تعالى وين امسك خد بص على وين قبضت على واحد من الجيش الحربية على السجن يا نوب. انا هنضف المدينة هنا من الحربية. ابو علي ضابط شرطة. يا صباح الخير على الوين او مساء الخير، لسه صاحي من النوم زي ما انتوا شايفين في السجن. طبعا هو ده السجن اللي انا مسجون فيه من امبارح. قبل اي حاجه كده على الصلاه على النبي على افضل الصلاه والسلام وكمان على اخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم. وزي ما انتوا شايفين انا مسجون، فالمفروض ان انا اطلع من السجن ده عشان حركات الفرخه سجنني امبارح في السجن. هو تبعه ويمشي ولا وكاسياسي كمان. ماشي يا فرخه والله على الوي لازم اتقبل الواد النوب ده. زي ما انتوا شايفين بصوا السجن كل الناس اللي كانت مسجونه معايا هربت من السجن وانا الوحيد اللي كنت نايم في سابع النومه. بس دلوقتي لازم اهرب. اوه ايه ده؟ هو انا شايف حد في السجن معايا. وطا الواد ده شبه زعب الله بالظبط. سبحان الله. اوه ثانيه كابتن كابتن اصحى من النوم كده كابتن. ايه ده مين اللي مصحيني؟ ليه؟ عاوز ايه؟ ايه ده جايب لي فول اكل ولا ايه؟ فول انت عشان مسجون فاكر فول اللي جاي لك هتاكل؟ لا 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 انا بص مسجون زي ايه ده وط؟ هو مش ده الواد زعب الله؟ ايوه انا يا ابني. انت اللي دخلك السجن؟ ابو علي حركات يا ابو علي، انا جيت امبارح بص قبض عليا. حركات الفرخه ده لازم نتقبل له يا زعبول. انت ورا حركات انت فين؟ انت مش حرامي مش بس باكل دلوقتي. حرام يعني انت قبضت علينا وبعد كده بقيت حرامي؟ هو الشامع ابو الشامع انت ليك مش هتاخد فلوس. لا حركات يا نصاب. وانا زعبول تعالى وقف. بص في حاجه اسمها هوزه هندوس عليها. هنروح للبيت كده احنا خلاص على الوقت قضينا الفتره بتاعتنا في السجن فهنروح للبيت بتاعنا. زي ما انتوا شايفين دلوقتي ابو علي هاوز ده منزل ابو علي، فاحنا ندخل البيت بتاعنا عشان احنا جعانين ومحتاجين ننام. هندخل على التلاجة بتاعتنا نشتري طبعا فراخ. قول كده ابو علي. ابو علي محتاج اشتري فراخ وتديني حبه. زعبول الله استنى ما انت عندك في البيت بتاعك. اوكي خلينا ناخد تاني فراخ على الوقت لان محتاجين اكل كتير بصراحه. يلا ابو علي خد كده. ايوه ليتس جو. دلوقتي بقى لو بعد ما اكلنا الفراخ دي بصوا الجوع بتاعنا بيتملي فوق اهو، وبعد كده دلوقتي هننام عشان يبقى معانا طاقه ان احنا نواجه حركاته وجيشه. علي انت مالك مالك متشال تعب شويه بس عشان كام ساعه. ماشي ماشي يا فرخه والله بس يبقى قبض عليا امبارح اللي هو انا بص برده لسه جعان انا محتاج ان انا يكون معايا اكل كتير بصراحه. خليني اشتري ايوه كام حبه كده عشان واحنا بنسرق في المدينه يكون معانا اكل كتير لان احنا على الويه حراميه طبعا. خلينا نقفل التلاجة، اقفل كده، يبي. ودلوقتي بقى علوية وقت الانتقام من حركات هو والجيش بتاعه، اوكي؟ وقت الزعبولة، خلاص كده خلصت؟ اه ابو علي، كلت ونمت كده، كل حاجة تمام. اوكي زي ما انتوا شايفين البيوت يا علوية، نقدر ننزل دلوقتي العربية بتاعتنا هنا، يبي ننزل كده ابو علي عشان نروح دلوقتي نسرق أي حاجة، أنت فين يا زعبولة؟ ابو علي أنا بيتي. يا ترى بيتك أنهي واحد؟ زي ما انتوا شايفين المدينة كبيرة وفيها حربية كتير والله. اوكي وادي زعبولة انا عمال ادور على بيتك مش لاقيه. ابو علي اطلع لك بره البيت اهو شفتي؟ انا مش شايف اي حاجه. خلينا نكمل مشي كده. اوكي اوه زعبولة انا اهو. وادي زعبولة شفتك. اركب بسرعه عشان نروح نسرق. يلا ابو علي عشان بص حركات بص قبض عليا. اركب يلا تعالى. وادي حركات الفرخه احنا جايين دلوقتي نقبض عليك عايزين نروح نسرق على الوي. اركب يا زعبول. طبعا اول عمليه سرقه هنعملها دلوقتي يا زعبولة ماشي؟ خلاص يا ابو علي انا متحمس جدا ان انا اكون حرامي قبل ما اسرق اي حاجه حركات قبض عليا اصلا. انت يا ابو علي مش تعبان انت شباب شاع. ماشي يا فرخه والله على الويل اعمل مقلب في حركات عشان ادخله السجن. طبعا احنا امبارح اشتغلنا حراميه. انت قلت لي في الكومنتات يا ابو علي حاول تشتغل ضابط شرطه. هنشتغل ضابط شرطه وهنقبض على الحراميه ولازم ندخلهم السجن اوكي. فخلينا نروح بس نسرق اول محل ده وبعد كده نشتغل ضابط شرطه. اوه ماي جاد هنا في بوليس وهنا في بوليس. البوليس كتير ليه في المدينه على الويل؟ شكلنا هنشتغل بص بوليس. طبعا على فكره نقدر نظبط يا نهار زبادي. ايه ده في ناس بتسرق هنا وطا. وانا زعبولة انزل. بص في ناس حراميه هنا شغاله سرقه. انت ما علي مش هيمشي مش مكان. حركات الفرخه جوه عمال يسرق. خليني اسرق بصوا معايا. يلا ابو علي اسرق كده. اوكي ده احنا كده بنشتري. تعالى زعبولة احنا السرقه بتاعتنا مش هنا. يا نهار زباني حركات بص هيجيب الشرطه. ابو علي دلوقتي المحل ده. المحل ده على الويب بنقدر نظبط البيت بتاعنا. بنقدر نجيب غساله ثلاجه من هنا ونحطها في البيت بتاعنا ونقدر نديك برده حاجات ثانيه ترابيزه والحاجات دي. انت ما علي مش جاي بس عشان معاكم. اوكي انا هدخل بص على البرج ده او البيت ده هنسرقه. يلا زعبولة تعالى هو ده البيت اللي احنا المفروض نسرقه. اوه ماي جاد ده محل ده معلومه. اسرق زعبولة بسرعه. ايه يا ابو علي ده مكان سري انت عرفت ان المكان ده ابو علي. اي خدمه زعبولة بس خليتك تسرق محل ده جامد. انا وانت بس اللي بنسرق والواد ده بس هو كده ايه ده انت جيت شفط المكان. هو انت يا حبيبي انت عاوزني مش هسيبك قدام ولا ايه؟ حركات يا فرخه يا نصاب سرق المكان معانا والله حركات اقبض عليه. انت ما بقيتش حرامي. انا حرامي انا مش هسيبك حركات هتحول ظابط دلوقتي ولازم اقبض عليك. ابو علي انا بص عايز اتكلم حركات بره عشان تجاني. كلنا هننتقم منه الفرخه ده. اوكي خلينا ناخد برضو النجارات دي. طبعا دلوقتي علي بص بقى معايا كام؟ معايا 6000 ليتس جو. خلينا نسرق بسرعه. انت واد سيب لنا حاجه. لا
بتسرق كل حاجه مش في المدينه. تسرق كل حاجه في المدينه؟ يلا زعبله عشان الشرطه هتيجي دلوقتي. خلينا نهرب. طب علي يلا بينا. اركب يا زعبله بسرعه، احنا ممكن نشغل ضابط شرطه. اركب يا زعبله. طب علي وسرع مكاني. انت واد يا نوب، انت عربيتك الثانيه. انت ما بالي مش هام ولا ايه؟ بص على الواد هربنا. ليتس جو. بص عربيات الحراميه قد ايه، وفي هنا شرطه. واد زعبله تيجي نشتغل ضابط شرطه. يلا معانا عشان نضبط على الحركات. اوكي خلاص علو. يا لوي يا لوي، في هنا بصوا ضرب نار مع الشرطه. تعالى كده يا زعبله، احنا نركن على اي جنب كده. ايوه تعالى يا زعبله، بص اركن هنا في البارك. اوكي بص حركات فرقه جوه ورانا دلوقتي. علو يا هندوس هنا كده على الجوب ونشتغل ضابط شرطه. ليتس جو. ابو علي بقى ضابط شرطه والفلوس بتاعته في البنك. يا لوي يا لوي، مين اللي بيضرب عليا؟ انت يا حبيبي، انت فرخه اللي بتضرب. امسك امسك حركات. ثانيه ثانيه ثانيه، انا ممكن اقبض عليه. علوي تعالى يا واد، انا لو رحت وقفت جنبه بس علوي اقبض عليه. انت ما بتشوفش يا حبيبك، بتشوف مين فرخه هاكلها. هياكل الفرخه بتاعتي. بص علوي، اكتر حرامين مطلوبه هم دول، حركات وزعبله. طب علي وانا مطلوب. ايوه مطلوبه زعبله، انا اقبض عليك برضه. طب انا علوي ده اسم الشرطه بتاعنا، انا دلوقتي بقيت ضابط صح؟ اهو هنا بصوا بوليس، المفروض دلوقتي ان انا بوليس اقبض على كل الحراميه. شايفين في واحد دخل اسم الشرطه جاي بلغ عن حراميه. اوكي هنا بصوا ممكن نعمل ابجريد، ابجريد طبعا ونشتري سلاح. السلاح ده بكام؟ ب 1500. انا معايا بس 1100 عشان نقدر نشتري السلاح. لازم يكون معانا فلوس بس وانا ظابط. انا معايا فلوس وانا حرامي، لكن مش معايا فلوس وانا ظابط. فهنروح نقبض على حراميه عشان نجمع فلوس ونقدر نطور نفسنا كحياه ظابط شرطه. ودلوقتي نقدر ننزل عربيه الشرطه. ليتس جو. حركات الفرقه والله ما اسيبك. بص على، انا همشي في المدينه وهقبض على اي حرامي. اوكي نقدر نعرف طبعا الاماكن اللي موجود فيها الحراميه، فخلينا ماشي كده. حركات يا فرخه نصاب. البنت دي ايه؟ بص جاي عندي. ده بص شغاله ايه على هير سالون، اللي هي اصلا شغاله يعني في اللي هو شغاله بص في محل الحلاقه. اوكي بتظبط بقى الميك اب والحاجات دي. طيب حركات الفرخه انت فين؟ معانا بسرعه معانا الحركات. انا عمال ادور. وانا زعبوله اشتغل ضابط شرطه يبقى يطمن عليك يا زعبوله. ابو علي وانا بص بحاول بس بجمع فلوس بس والحرامي الاول. براحتك يا زعبوله، انا هحطك في السجن كده. او ماي جاد. ايوه ثانيه ثانيه ثانيه، تعالى تعالى والله ما اسيبك. تعالى تعالى يا واد امسك. خد بص علويا، قبضت على واحد من الجيش الحربيه على السجن يا نوب. انا هنضف المدينه هنا من الحربيه. ابو علي ضابط شرطه، ودي كمان البنت اللي بتحلق لي علويا. شايفين هي دي الحلاقه الخصوصيه بتاعتي. وطى الواد ده حرامي شكله، عايزين نقبض عليه بسرعه. خلينا ناخد العربيه. يلا ابو علي انا كنت جنبك هطلع تاني عشان ما تقبضش عليا. اوكي خلينا نروح ندور على البقيه. ايوه زعبوله اهو. وانا زعبوله شفتك، ايه رايك اقبض عليك يا زعبوله؟ طيب ماشي هسيبك عشان هو لسه يعني ما سرقش حاجه. حركات الفرخه بقى هو المفروض يتقبض عليه. الواد ده حرامي؟ ثانيه نقرب منه كده. الواد ده شكله حرامي. اوكي لا ده مش حرامي علي، ده شكله اه حرامي. تعالى طبعا دلوقتي وظيفتي وانا ضابط شرطه ان انا ادوس هنا كده واشوف المهام بتاعتي علي. شايفين في عندنا سبيشال ايفنت هنا، فاحنا هنروح دلوقتي للمكان ده علي عشان في حراميه هناك دلوقتي. فانا هروح والمفروض ان انا اقبض عليهم. اوكي يا لوي دلوقتي انا لسه رايح على المهمه بتاعتي، المفروض نقبض على حراميه هنا. اوه بص الحراميه وطا، انا محتاج مساعده. هنا في حراميه كتير، امسك. اوكي فنشت يعتبر اول واحد موت. يا لوي يا لوي دول عددهم كتير. اوكي اول واحد اتفنش. يا نهار زباني موتوا الناس الابرياء. امسك يا نوب. حرامي اهو، يلا موت بسرعه. والحراميه التانيه. اوكي بسرعه بسرعه يا علي. طبعا انا معايا درع علويه فعشان كده انا قوي. بسرعه يا نوب فنشتهم. خلينا ندخل جوه، في حرامية تانيين. يا نهار زبادي محتاج مساعدة. وطا انا ظابط لوحدي. يا نهار زبادي دول قابضين على ناس. امسك بسرعة. فنش فنش فنشته. ليتس جو اللي بعده، وانت كمان. اوه ايه قوم بسرعة. بص بيقول لي خلينا ابقى فري. اوكي يلا اصحى بسرعة. ثانك يو، بيقول لي شكرا. الشكر اللي خلينا دلوقتي نطلع. يا نهار زبادي بص كم حرامي هنا. محتاج ان انا طبعا يا علوية انقذ الناس دي كلها عشان انا دلوقتي بقيت ظابط شرطة. انت ما معلمتش ولا مش سجنتين منك يا حبيبي. انت مني اقعد بقى حركات في السجن زي ما سجنتني يا فرخه. اوكي عشان سجنني امبارح حلوة. طبعا بص قضينا على كل الحراميه دول، خلينا ننقص ده كمان. اوكي بيقول لي ثانك يو، وننقص كمان البنت دي. يلا بينا كده خلاص حلوة، نقصناهم كلهم. عملنا المهمه تمت لان انا ظابط شرطه دلوقتي. بس المشكله ان انا بقيت جعان فمحتاج ان انا اجيب اكل دلوقتي. بقى معايا 4000. فهمتوا بقى كده دي طريقه تجميع الفلوس وانا ظابط شرطه. في بصوا هنا حريقه، لو انا مطافي دلوقتي او شغال رجل المطافي اقدر اطفي البيت ده واخد فلوس برضه. فهمتوا؟ انا دلوقتي شغال ظابط شرطه. فخلينا نفتح الخريطه كده عشان نشوف الحراميه. اوكي ده في حرامي ورايا اهو، والله في حرامي. بص على الواد جه ورايا. ثاني انزل كده يا ابو علي. ايوه اهو الفرخه ده. انزل يا واد، الواد ده اللي كنت لسه قابض عليه. تعالى يا واد هنا، تعالى تعالى يا واد ده. انت بص هيتقبض عليك يا دوب.
بسرعه خلينا نضرب في عربيته عشان نفرقع له عربيته ويطلع يجري على اللواء. والله بص بيخاف من ابو علي عشان ابو علي ظابط شرطه. والله بسيبه تعالى. طبعا ممكن يكون في مهمه الحراميه بيعملوها لو احنا دوسنا هنا كده ونشوف بقى على اللواء دلوقتي المهمه دي. ايوه تقريبا دي سرقه عاديه، في حراميه حقيقيه بيعملوها. بص اهو ده حرامي واقف قدام البنك. وطا يا شويه نصابين، تعالى واد على السجن ادخل. الواقف قدام البنك بيستنى الحراميه اصحابه. يلا واد بسرعه على السجن. اوكي يلا كده خلاص. وده بص صاحبي اهو من جيش العلويه معايا ظابط بوليس. ليتس جو كده قبضنا عليه. خلينا بقى نركب عربيتنا ونروح نكمل. ابو علي انا شغال ظابط بوليس مسافه بابا تانيه. وانا زعبول تعالى معايا نفس المهمه. الحقوا يا علويه، بصوا جينا فين عند عصابه. وطا ايه ده حركات يلوي يلوي يلوي، حركات الفرخه جاي ينتم. هو انت يا حبيبي مش ولا كسياسه. بص الحرميه تعالى الفرخه، المفروض دلوقتي ان هو تبعد عليه طلع يجري. لا بصوا جابنا عند جيش حراميه. يا حركات يا نوب. هو انت يا حبيبي مش ياوع. ابو علي حركات فين؟ وده زعبوله محتاجين مساعده. حركات الفرخه بص لازم ننتقم منه عشان هو اكبر حرامي في المدينه. هنروح هناك تاني على دلوقتي عند المهم برضو. والله ما اسيبه حركات. وده زعبوله تعالى تعالى تهوى علي جا دلوقتي. اوكي انزل كده حركات يا نصاب. تعالى واد تعالى يا واد. والله بص بسيبك تعالى يا لوي. حربيه كتير على الوي. ابط عليه ابط عليه. يلا واد على السيك. انت ما مش ولا بسيبك مش التانيو. او ماي جاد بص الحراميه قد ايه. واد زعبله مساعده. يلا بينا زعبله اهو وكل الشرطه. يلا واد بسرعه، احنا دلوقتي بقى اربع ظباط شرطه. المفروض ان احنا نروح هناك ونشوف الحرميه. الحرميه هربت والله ما لحقناهم على الوي. اوكي خلينا طيب نشوف مهمه ثانيه. ابو علي عايزين نمسك بقى رايه الحربيه. ايوه طبعا هنروح دلوقتي للمهمه اللي بعدها. انت ما هو علي مش كلام مش نكتين مش تشيكو بايتي همش ولا مش هزمتين من كدو. بس يا فرخه ده وقت الانتهاء من كل جيش الحراميه. مهنه الضابط شرطه صعبه برضه على الواد. بصوا بتقعدوا تدوروا في المدينه كلها على حراميه. اوكي بصوا هنا ده سوبر ماركت. سوبر ماركت هو زعبولة. يلا بينا امسك انوب ليتس جو. اول واحد الثاني اهو امسك انوب. اضرب يا زعبولة معايا. تمام تمام يا علي ابو فنديشو. العيال ده حراميه ولا ايه؟ ايه ده الواد ده حرامي حرامي بس من الجيش ابو علي. وطا ده بيضربني يا نصاب. والله انا سبته بس عشان من جيش ابو علي. هنروح تاني على المكان يا علوي عشان في كميه حراميه هناك لازم تقبض عليهم. اوكي يلا البوليس بصوا جه معانا اهو الواد اللي ضربني. تعالوا انت بتضربني امسك. بص ده اتقبض عليه وده كمان. يلا انت كمان هتقبض عليه. ابو علي عايز اقبض عليهم. امسك الكلبشات كده يا زعبله ودوس عليهم. ايه هيتقبض عليهم؟ قبضنا عليهم كلهم. الشرطه هي اللي كسبت. انت يا ابو علي مش حبابي مش هتكسب يا حبيبي مش هوي. ابو علي حركات بيتحدانا مش هيتحدانا اللوب. احنا بص شورت يلا زعبولة تعالى يلا بينا ابو علي. اوكي بص علي قبض على العيال كلها والله دخلوا السجن. او ماي جاد بص في بنت اهي. تعالي تعالي انت عايزه تخش السجن صح؟ تعالي والله ما اسيبك انت عايزه تروحي السجن. امسكي بصوا بصوا هتنزل تقعد طبعا وتروحي السجن. يا نهار زبادي في حراميه تانية. جيش الحربيه مش ساكت. خلينا نجيب ده كمان. تعالى واد تعالى واد على السجن. بص على الواد هيروح على السجن دلوقتي. باي باي. حركات يا لوي يا لوي يا لوي. او ماي جاد حركات الفرخه. زعبولة مساعده. ابو علي حركات طلع من السجن. ابو علي احسن طبر في المدينه. انت وين يا ام شفتها تيجي دلوقتي؟ والله ما سيبك يا فرخه. بص طلع يجري فين على الواد. خلينا ننزل عربيتنا ونروح له. اوكي بص 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 النو معرق الشاشه. انا عايز اشتري الرشاش على الواد عشان الرشاش طبعا هيساعدني ان انا اروح. بص اقبض عليه بسرعه. اوكي انزل كده تعالى يا نوب امسك. يلا يا نوب على السجن. انت هو ابو علي مش ولا مش بسيبك كسياسه. بص قبضت عليه ثلاث مرات. اوكي يا ابو علي يا جامد انا اقدر دلوقتي على الوية. بص بقى معايا كام؟ 11000 عشان عمال اقبض عليهم وهم عليهم فلوس كتيره. ابو علي انا عايز اقبض بص عليهم كلهم عشان اجيب فلوس زيك. انا باخد فلوس عشان بقبض على الحراميه اللي هم مطلوبين للعداله لان حركات ده اكبر حرامي في المدينه. فلما بقبض عليه باخد فلوس كتيره لان هو بيهرب من السجن والحاجات دي كلها. فاحنا هنروح دلوقتي لقسم الشرطه. تعالى يا زعبوله هنطور نفسنا هنا. اركن كده عربيتنا. ايوه ندخل قسم الشرطه لان احنا ضابط بوليس. فهنيجي هنا كده نعمل ابجريد. هنشتري ايه بقى يا علوي؟ نشتري رشاش. ده طبعا شوت جن مش عايزينه. عايزين رشاش بكام؟ ب 6000 بس. بيقول لي دلوقتي ما تقدرش تشتريه مع ان انا معايا 11. عشان نقدر نشتري الرشاش ده لازم نكون فاتحين كل الحاجات اللي قبل منه. بصوا اقدر اشتري ده. بعد كده اقدر اشتري بقى الشوت جن. اوكي شايفين؟ نقدر نجيب الشوت جن او الرشاش، يعني واحد بس اللي احنا ناخده. ما ينفعش نمشي بالاثنين حتى. ونقدر يا علويه كمان نغير شكلنا نبقى ظابط شرطه طبعا يا علويه عادي. طبعا ده شكل اللي هو العادي. نقدر نجيب الظابط ده تكون ظابط ولابس لبس الظابط فعلا. اوكي بس ب 13000 لسه مش معاها فلوس. ابو علي يلا بينا نمسك الحرميه. اوكي بصوا كام ظابط يا علويه. ليتس جو. احنا هنا في تنظيف المدينه مش هنخلي فيها ولا حرامي. والله نمسكهم كلهم. يلا ابو علي اركب يا زعبولة بسرعه. ابو علي عايز فلوس كتيره. اركب يا ابني. لا ابو علي بص فوق في هوا. يا ابني ما انت كده هتقع. بص العيال واقفه فوق براحتكم هتقعوا.
اوكي ثواني كده، ننزل العربيه هنا. اركب يا زعبوله، يلا بينا. يلا معلم صالح. بص يا علويه دلوقتي في حريقه هنا، بصوا المطافي، بصوا بتطفي. على فكره احنا لو اشتغلنا المطافي نقدر نطفيها. ثانيه تعالى يا زعبوله كده، هنشتغل دلوقتي علويه مطافي. لا وجينا هنا كده عند الجاب، وجينا عند رجل المطافي اللي هو ده علويه، هنشتغل مطافي ونقدر نطفي اي حريقه. يلا يا زعبوله تعالى ورايا. تعالى يا علي، انا بص هشتغل معاك اي شغلانه حتى لو تشتغل حلاق. اوكي خلينا نشتغل بسرعه. بص على المكان اللي هنشتغل فيه اللي هو الفاير ستيشن ده، طبعا دي يا لوي انا بص ما شفت ازاي، طبعا قدام البوليس شغلتي القديمه ضابط شرطه. دلوقتي هنقدر نشتغل رجل مطافي. تعالى زعبولا معانا حلوه الشغلانه دي، بحب ابص في الحريه. دلوقتي بص معانا على اللي هو البتاع بتاع الميه ده. اوكي اهو بص بنقدر نروح بقى نعمل حريقه. يلا بينا زعبولا. يلا بينا معانا. اوكي خلينا نروح بسرعه. وطب بص تعالى تيجي تشتغل معانا، اركب يا زعبولا. يلا بينا بص معايا العربيه. اركب معايا عربيه واحده كفايه. اوكي خلينا نرجع كده بسرعه. طبعا هنشوف يا علويه اي حريقه من هنا، هندوس هنا كده في حريقه اهي، خلينا نروح عليها بسرعه عشان ناخد فلوس. طبعا انا معايا دلوقتي 0 دولار عشان لسه ما طفيناش اي حريقه واحنا راجل مطفي. يلا زعبولا بسرعه، خلينا نطفي كده بسرعه. ليتس جو. بص علويه انا عامل طبعا في البتاع بتاعه الطريق وبقدر اطفي الحريقه كده. يبي بسرعه زعبولا طفي معايا. طب علي بس انا خفت جوه والله بس مطفيها. اوكي عشان ناخد فلوس. ادخل كده جوه ابو علي. يبي ده بص كبيره. ايه ده في حراميه بتسرق المكان يا لهوي. حراميه واد يا فارقه استنى. انت ابو علي انت بعتك بتشيك الشباب كله حركات يا نصاب. اوكي خلاص علي احنا طفينا المكان. ابو علي بص الحراميه كتير بتيجي تشتغل ضابط شرطه تضرب عليهم. ما احنا مش هنقعد كل شويه نشتغل ضابط وراجل مطفي. نخلص بس المهمه بتاعتنا. اوكي دلوقتي بص علي خلصنا مهمتنا. طب في كده ده كمان. يبي كده بص علي كل حاجه بقت تمام والله. بصوا ظبطنا المكان كله. بس على فكره المهمه دي صعبه جدا اللي هو ان انتوا تشتغلوا راجل مطافي، دي صعبه بصراحه. اوكي طفينا المكان. يلا بينا زعبولا في مكان تاني هناك هو بيولع المتحف. يا نهار زبادي احنا ما سرقناش المتحف واحنا حراميه خالص يا علويه. هنحاول ان احنا نسرق المتحف. يلا زعبول طب علي فين المتحف ده؟ كنت عايز اسرق المتحف بصراحه. ممكن نشتغل حراميه ونسرقه. اوكي تعالى زعبول. يا نهار زبادي المتحف بصوا كله بيولع، خلينا نطفي كده بسرعه. هو علي المتحف الكبير ده انا اول مره اشوفه والله. بص المتحف جامد. او ماي جاد بصوا في شكل ديناصور جوه راس ديناصور. البنت دي قاعده في المتحف كانت بتستمتع بوقتها، لقيت المكان كله حريقه فعماله تقول لنا هلب بسرعه. هنطفي راس ال... اي يا شرطه يا نبات احنا بصوا بنطفي المتحف. او ماي جاد الشرطه جت تقبض علينا واحنا مش حراميه. ابو علي لو بص كده فاكرين ان هم هيقبضوا علينا نبات. انت يا ابو علي مش كده مش بس سمعتي كده مش مفيش شرطه مش في المدينه. ما انت مبسوط دلوقتي. ما خلاص يا علويه بما ان انا بقى ما بقتش ظابط شرطه حركات يفرح بقى. اوكي بص طفي كل البتاع ده. زعبول انت بتعمل ايه؟ طب علي بص جوه في حراميه هو ضربهم والله بص بالفعل. حراميه المفروض البوليس هو اللي يقبض عليهم. انت لكش دعوه يا زعبولا. لا يا معلم هو الفصل معانا ده بص عشان تضرب بص الحراميه. اوكي بس انا بص بطفي المكان بعمل مهمتي وبس. خلينا نطفي ده كمان. بص المتحف عليه شكله جامد. اوكي يا علويه زي ما انتم شايفين سبت مهنه ان احنا نكون شغالين رجل الاطفاء ودلوقتي بقينا حراميه. يبي لان انا معايا فلوس كتير وانا حرامي يا علويه بصراحه. فوظيفه الحرامي وظيفه حلوه بصراحه. اوكي دلوقتي يا علويه احنا رايحين نسرق طبعا عشان احنا خلاص بقينا حراميه ولا شغالين ضابط شرطه ولا رجل اطفاء. يا لوي هو ايه اللي حصل؟ وطه انا جلتش تحت المابه. او ماي جاد بص يا علويه انا نطيت من العربيه بص جيت فين؟ واد يا زعبله انا اتحبست جوه محل والله. ابو علي انت فين يا ابو علي؟ انا بص شايفك تحت الارض. انا هنا يا زعبله. بص يا زعبله انا اهو. ايه ابو علي يا لهوي؟ ابو علي ما بيتباع في المحل ولا ايه؟ ابو علي انت بكام يا ابو علي؟ سعرك كام؟ عايز اشتريه. هو اللي عايز تشتريه؟ او ماي جاد انت وقعت ليه؟ اه ايه ده؟ انا دخلت تحت الارض. ابو علي انت مبكر اللعبه. وطه زعبله دخل تحت الارض؟ انا طلعت من الارض. او ماي جاد واد زعبله اهو. طب علي حشروني. طيب يا علويه زي ما انتم شايفين رجعت البيت عشان كنت معلق. طبعا احنا ممكن نلبس اي ايه ده انا لابس شورت وانا حرامي. لا احنا محتاجين نلبس علويه لبس حراميه. يبي دلوقتي ابو علي بصوا بقى لص كده انا لابس لبس حراميه. واد فرخه انت جاهز دلوقتي؟ ممكن نحط اي شعر احنا عايزينه. اوكي نحط اي قبعه بحيث ان احنا يكون شكلنا حرامي. وات بصوا مخبي وشي ازاي. اوكي دلوقتي بص ابو علي بقى حرامي حرامي. ممكن نلبس دي كمان. يا سلام ابو علي حرامي. بص دلوقتي اول ما يمشي في المدينه كل الناس هتعرف ان انا حرامي. ويلا بينا نكمل سرقه بقى. اوكي هنطلع المدينه دلوقتي. اوكي يا علويه زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا كلنا حراميه فاحنا المفروض دلوقتي هنروح نسرق. تعالى كده حركات انت وزعبله ورايا. يلا معلي. يا نهار الزبادي على المدينه. بص المدينه حاصل فيها ايه؟ يلا معلي كل حاجه اتفجرت الحرامي بص بقى كتير. انت وين ابو علي؟ هاي سيد واتي نسرق ايه؟ انا عايز اسرق محل الحلاقه ده والله يا علويه. يا ابو علي تسرق مقص ومشط يعني؟ امشي بص اسرق البنك. لا عايزين نسرق حاجه بص ما سرقناش. خلينا نسرق المتحف، ما سرقناش المتحف ولا مره. اوكي ده البنك يا علويه.
ابو علي ما سرقتش البنك خلينا نسرقه. لا البنك سرقناه امبارح، عايزين نسرق المتحف. ابو علي انت رايح فين يا ابو علي؟ رايح على المتحف، ليتس جو. هندخل دلوقتي ولازم نسرقه. والله زعبوله، بص ابو علي حرامي. ايه ده زعبوله، انت شكلك عامل كده ليه؟ استنى واقف. ابو علي ولا واقف حرامي، لازم بص عليه دور اللبس بقى. بص شكلي وطة، بص على ايه شكله عامل ازاي، بص لي كده زعبوله. يا ابو علي بقى، يا ابو علي اهو وط. انت شكلك يا ابني شبه البيضه الصفراء. ثانيه اقف كده، وطة بص عامل ازاي علويه، والله شبه البيضه الصفراء. بدت يا ابو علي، بدل بص ما طلع المسدس وضربك كلها يا ابني. انا حرامي زيك وطة، بص على زعبوله شكله حرامي. وده يلوي 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 حركات الفرخه. على فكره علوي السيرفر ده معلق السيرفر. انت فرخه، بص انا حرامي زيك حركات. انت يا بنت يا شباب، مش دي مش كاسه يا شو. هندي لك فرخه، هندي لك. خلينا ناخد هنا كده، ايوان حركات النوب ده، بص مجنون. ابو علي اسرق، بص كل حاجه الوقت والتماثيل وكله، اسرق كل حاجه يا زعبوله. اوكي خلينا ندخل هنا كده المكان السري ده، ايوان ليتس جو. اسرق انت يا بنت يا بنت، بتسمع حاجه بتاعتي ليه؟ يا حركات، ما انا بساعدك يا فرخه. هنسرق الراوتر على الويه، اهم حاجه الراوتر عشان ما يعرفوش يفتحوا النت تاني. انا بحب اسرق الراوتر على طول. هنسرق هنا كده الملفات. يا سلام ليتس جو. دلوقتي بعد ما سرقنا كل حاجه، على فكره احنا علينا فلوس، يعني احنا حراميه دلوقتي علويه مطلوبين في المدينه. اللي هيتحول ضابط شرطه يموتنا هياخد فلوس كتيره. ايه يا حمايه انت بجد ولا ايه؟ حركات قاعده تتحول. ابو علي ازاي حركات تقبض علينا وحركات حامل زي ده؟ حركات ده بص غدار، ممكن يقبض علينا. ايه ده؟ بص في بنت اهي ضابط شرطه، ده ممكن تقبض علينا دي علويه في ثواني. وطه بص حركات، قلت لكم هيتحول. حركات ده بص غدار. انت ما بقى مش تتواجه يا بابا، مش هتشكري ولا ايه؟ يا فرخه يا حركات يا نصاب، الزعبول لا يقبض عليك. ابو علي قبض عليا وقبض علينا كمان. انت وادي نصاب، بص الحال كلها تحولت شرطه. غدر كل العيال اللي كانت معانا حرامية تحولوا شرطه، دول كانوا متفقين علينا والله. وات ابو علي اقف كده صورك ابو علي السنه وانت مسجون. اولا انت معايا ابو علي مسجون، بتصورني على اساس ان انت ايه يعني دكتور؟ ما انت معايا في السجن. ابو علي بسال بصورك، انت لو تتفنع انا مش بتصور. طب انا ممكن اضربك واخد منك الكاميرا على فكره واصورك. وادي زعبوله، احنا لازم نهرب من السجن، مش كل مره يتقبض عليا. تعالى زعبوله كده نشوف اي طريقه للهروب. اكيد على الطريقه للهروب من هنا كده، هنطلع من على السور. لازم نلاقي طريقه ان احنا نطلع من على السور. ممكن ندخل هنا. تعالى زعبوله، انا شفت حاجه، في حاجه لونها احمر هنا. اوكي وبعدين الحته دي عامله كده ليه؟ وات ثانيه ناخد البتاعه دي. اوكي خلينا ندوس هنا كده على الويه. بيقول لنا لاقي الحبل عشان تقدر تطلع. اكيد الحبل على الويه هنا معانا جوه في اي مكان. انا شفته، ايوه اهو شفت الحبل هنا. بو هو ده على الويه، خدت الحبل شفته، بقى معايا حبل اهو. لو رحنا دلوقتي على المكان هنقدر نطلع من السجن. تعالى يا زعبوله، مش لازم حركات بص يسجننا كل مره. انت ما بقى مش سجنتكم، مش هتاخد فلوس يا حبيبي. حركات هنا الصوب، مع اني كان حرامي زي ده والله. خلينا نحط هنا كده الحبل، يلا يا زعبوله تعالى عشان نهرب من السجن. ما خلاص احنا مش محتاجين حبل، يلا يا رجاله نهرب من السجن ونعيش الحريه بتاعتنا. احنا من حقنا كمساجين ان احنا نهرب من السجن. ابو علي تلعب معايا رياضه؟ بص انا العب جيم عشان ابقى قوي. هو انت حابك تلعب جيم يعني على الصوب بتاع السجن؟ نهرب من السجن؟ ايه ده؟ الواد وقع، نهرب من السجن ابقى العب جيم براحتك. ابو علي انزل اكمل جيم تحت. انت واد يا نوب اطلع، عايزين نهرب من السجن. خلينا ننط كده. بيو علي دلوقتي قدرنا ان احنا نهرب من السجن. تعالى يا زعبوله رحله الهروب من السجن. اوه ماي جاد، حركات الفرخه، هربنا من السجن وهنجيلك هنكسر راسك. انت يا بابا علي مش مستنيك يا حبيبي. اوه ماي جاد، السجن ده فين يا علويه؟ السجن في مكان سري. اوكي طلعنا على المدينه، تعالى يا زعبوله قدرنا ان احنا نهرب. ليتس جو. دلوقتي يا علويه احنا ممكن نشتغل شغلانه كويسه، نشتغل شغلانه مثلا دكتور. انا عايز اشوف الدكتور بصراحه بيشتغل فين؟ هيشتغل في مستشفى فعلا. طبعا رجعنا على البيت بتاعي عشان خلاص علويه احنا لابسين حرامي، مش هيبقى دكتور ولابس لبس حراميه، فمحتاجين نجيب لبس دكتور. هنجيب لبس الدكتور ده. يبي ابو علي بص، من بعد ما كان حرامي بقى دكتور وبيعالج المرضى، ونقدر دلوقتي نطلع من بيتنا ناخد عربيه الاسعاف بتاعتنا ويلا بينا على المستشفى. هوريكم علويه الشغل الجديد وانا دكتور، متحمس جدا ان انا اعالج المرضى. على المستشفى ليتس جو. ده في بص عربيه اسعاف ثانيه. يلا ابو علي الدكتور، ابو علي اشطر دكتور في ايه ده؟ وطه مش الوطه اللي كانت شغال مع حرامي؟ ابو علي انا زعبوله، بقيت الدكتور زعبوله. وات وده من ايه ده؟ زعبوله بقى دكتور؟ هي بصوا دول اللي هم العيانين. اللي هو لو انتوا متحمسين للحلقه الجامده دي انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات انزل لكم الحلقه الجايه طبعا، وانا دكتور وبشتغل. انت واد يا نوب والله كسر راسك، ابلغ الشرطه. بص مكتوب عليه كريمنال حرامي.
يلا علويه لو متحمسين الحلقه الجايه وانا دكتور هوريكم ازاي نشتغل في المستشفى ونعالج طبعا اللي هم العيانين دول وناخد فلوس لان انا بص فلوسي صفر. اوكي علويه بحبكم كل قلبي. اشوفكم بكره حلقه تانيه جديده. لايك واشتراك في القناه عشان اعرف انتوا عايزين حلقه تانيه. اشوفكم بكره. سلام.